اذا انت ما حطيت كودي في الايتم شوب راح الى ايتم شوب هنا بعدين سبورت كريتر وهنا اكتب بي اس ال دبل او ام اكس اللي هو اسمي في ايبك جيمز سو اكسبت وبكذا تكون كريتر سبورت في سلنو حط الكود سواء تشتري وانت شاركني يوم من الايام تشتري شريت الكود ما راح يخفض لك اسعار ولا راح يزيد عليك اسعار ولا شيء انت الحين تشتري مثلا هذه الرقصه ب 800 في بوكس اوكي شريتها ب 800 في بوكس ما راح تطلع عليك يعني ب 900 في بوكس لانك استخدمت كودي السعر نفسه 800 راح تشتري ب 800 اوكي وبنفس الوقت من كل 10000 في بوكس تصرف باستخدام كودي راح يجيني $5 اوكي في ناس ما قصروا حط الكود وكذا شكرا لكم والله جميعا اللي حطيت الكود وفي خاصيه جديده اوكي يمكن بعض يعرفها يمكن بعض ما يعرفها اللي هي خاصيه الجفت خاصيه الجفت راح تكون تحت الجيت في بوكس او تحت الباي مكتوب باي از ا جفت يعني اشترها كهديه بعدين راح تختار شخص من الفريند عندك بشرط انه يكون لها اكثر من يومين عندك الفريند او 3 ايام اتوقع بعد اذا الاموت او الرقص او سكن موجود عند الشخص اوكي راح يطلع لك انه موجود عند شخص ما راح تتكرر عنده فهذا شيء جميل 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 جدا جميل فلا تنسوا تحطوا كودي في الايتم شوب ويعطيك العافيه جميعا نبغى نشوف دعم لهذا المقطع وخليكم على المقطع السلام عليكم اليوم جيتكم مقطع جديد المقطع هذا كان من البث المباشر على تويتش الرابط في الديسكربشن اللي ما سوى لي فولو هناك يسوي لي فولو باذن الله راح تكون في بث مباشر قريب ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع لا تنسوا اللايك وخليكم على المقطع هذا الاول لا الله نيوجي تعال تاخذ خشي تعال تستغربون اني ما اخذ الجيم من نصه لكن من هنا بدات اللقطات مثل ما تشوفون باقي 27 ومن هنا بدات اللقطات وبدت قتلاتي وراح تشوفون في الاخير كم قتلت من واحد اوكي انا يا ما قتلت الا صدر ايش رايكم صح معرق انا بقتل بسنايبر في الجيم خلاص يا قتل بسنايبر يا ما في تو 9 كيلز الحين صفر لعن الله قدامي باقي ناس قدام اثنين من ثلاثة ضد تيم واحد صار واحد يمين ضد تيم قنابل يبقى وراي ولا اثنين عندي عيال ثانيين لازم نقدح على ذولي ولا نروح اي شيء شيل الدرع شوي حط سنتري الله يا اخي يا شيخ وزر عيال انتبهوا سنتري انتبهوا عندي اثنين عيال يا وحوش قسم بالله وحوش عيال صفر تسميه تسين عيال عندي هذا شو اسمه طوب الحمد لله شوفوا انا اللي سويته اني انقذت نفسي من الموت هذا اهم شيء سويته كيف ما مت ما ادري اكو واحدة يا خلص وضع واحدة لا ما عندي الا اشيلهم يطقون واحد زون درع يا الله 29 اشوف وين الزون واحد نزل اوه مات اللي دمج اللي نزل قصدي نزل كلهم ايه شو مات وات كيف نط ما مات اوه وحش جرام تسبيك واحد تحت انتبهوا قدامي واحد رجل جبل قدام لك انا بستلم الثانيين واحد نوك انت اثنين عندي ولا لا؟ لا في تيم على 255 يلا يلا شفته فوق الجبل عندي واحد عندي بعد
مشكلة ما يمديني قسم بالله. هلا افزع محمد انا. اوكي طيحون طيحون طيحون. شوف 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 اوميجا اللي كان بعيد. يا طيحون. يب 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 انزل. عندي واحد عندي واحد. داون. ها نجيك اخوي اوكي. ما ظنيت اني اقدر. والله ما انا ما ظنيت. سلم سلم شوف امسك. ما يبي عليك يا اخوي. ما عندي ما عندي. ادخل خزان ادخل خزان. كمل كمل عادي عادي. في واحد فوق تشوفونه؟ ايه شوف شوف شوف. الو العيد. واحد نوك. لقيت رجله ناشب المسكين. كس كس كس. داخل جوا الزان ترى داخل جوا الزان انتبه. اوكي. في احد صار في احد يمين. لا لا ما تشوف. كني ذا انا خايف في ناس يجون غادي نوك وحش وحش يا عيال لا 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 انا قلت لا يعني لا عمري لا شفت قيس الحاله ولا في سلاح هنا نشفه موارد ايه موارد معي تعال امسك 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 خذ اللي ورا خذ اللي ورا يا فلوس ثلاث خذ خذ تعال خذ منز خذ اشرب ال اتوقع في ناس ترى البيوت مدري ليه يا عيني عليك يا شيخ شو وضعك انت؟ شغلت القطتين بس وينهم طيب؟ قدامي قدامي ثلاثة باقي وين؟ اشوف وينهم؟ انا شايف واحد هنا ايوه شو اكسر الشياب حس ورا الصخرة ايوه وراكم يب يب ورا وين؟ اسمع صوتي تحتي تحتي مش عند السنترجن اللي عندي طيب طيب ايوه هذا هو بقتل بقتل السنايبر السلام عليكم السلام ورحمة الله بس تلعبون يب قاعدين نلعب دي هذا آخر جيم اعطيت هيت اقلع بليس الحال ابغى اقتل السنايبر يا اخي لا 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 اي موت وات عيونكم يا شوف شوف الكمباك بس كنت صفر كله انت 7 6 بدي 5 6 شيء زي كذا ذبحته اما اللي جوا المبنى ايه دخلت ذبحته ما تكفى بي نايت هنا ايش فيك؟ اه اخبارك